على مساحة 12000 متر مربع يقع مركز التكوين المهني والتمهين المجاهد المتوفي بالقاسم شلية بمدينة القل بطاقة استيعاب نظرية تقدر ب 250 متربص. يتكون المركز من 8 ورشات، 3 قاعات للدراسة بالإضافة إلى مدرج، مخبر ومكتبة وساحات للترفيه منها ملعب خاص بكرة القدم. بالنسبة لدورة أكتوبر 2024، احنا بدينا التحضيرات لاستقبال أبنائنا المتربصين والمتمهنين منذ فترة طويلة، وإحنا اليوم نقدر نقول على أتم الاستعداد لاستقبال أبنائنا الطلبة يوم 8 أكتوبر في أحسن الظروف على مستوى الورشات والأقسام المتوفرة في المركز، ومنها فرع ميكانيك إصلاح السيارات، كهرباء العمارات، الترصيص الصحي والغاز، التبريد والتكييف، حلاقة النساء، الخياطة، أمين مخزن في مجال التمهين، أمانة في مجال التمهين، إطعام في مجال التمهين. مركز التكوين المهني والتمهين بالقل يسعى جاهدا بورقة طريق بيداغوجية للوصول إلى كل فئات الشباب. في دورة أكتوبر 2024 حاولنا باش نوصلوا لجميع أطياف الطلبة، يعني المستويات حسب المستويات الدراسية. راعينا في هذا الجانب طور ابتدائي، طور متوسط وطور ثانوي، وعلى هذه كانت الاختصاصات اللي قمنا بفتحها، واللي كانت المناصب البيداغوجية متوفرة عندنا في الدورة هذه. عندنا حلينا في الإقامة الحضوري المشتالة اللي تتطلب الطور الابتدائي، التركيب الصحي والغاز اللي يتطلب السنة الرابعة متوسط، تركيب وصيانة أجهزة التبريد والتكييف اللي تتطلب الرابعة متوسط، ماكياج مانيكير بالنسبة للعنصر النسوي اللي تتطلب كذلك السنة الرابعة متوسط. وللمرأة في الوسط الريفي نصيب من التكوين والتمهين. الوسط الريفي يعني احنا عندنا ملحقة في بني زيد، بالنسبة اللي يسكنوا في المناطق النائية هذه قمنا بفتح ملحقة هناك، عندنا فيها اختصاصين، يعني الاختصاص المتوفران هما حلاقة النساء وخياطة الخياطة. بالنسبة لفرع الخياطة لأنه يعني كاين سيكسيون كاين فوج مازال يقرأ. بالنسبة لحلاقة السيدات قمنا الدورة هذه بفتح التخصص هذه في الملحقة هذه. كذلك عندنا نمط آخر اللي هو نمط التمهين اللي ركزنا عليه، وفي هذا النمط هذا قمنا الدورة هذه بفتح عدة تخصصات منها نجارة الألمنيوم، أمين مخزن، الأمانة، والإطعام خيار طبخ الجماعات. هذه بالنسبة للتمهين. أبنائنا المتربصين واللي طلبوا الاختصاصات سواء في التمهين ولا في الإقامة إلى حد اليوم ما زالت الأولاد يتصلوا بالمركز ويقوموا بعملية التسجيل.